الله اكبر. اتصف على مدينة السوسة 12/9/2012 قام الطيران الحربي هذا اليوم بقصف هذه المدرسة. نلاحظ حجم الدمار الذي لحق بالمدرسة ومرافقها، تدمير كامل لهذه المدرسة، تدمير كامل للأثاث ومرافق المدرسة. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما قدمته لنا روسيا طائرات السيخوي تقصف المدارس التي تضم النازحين من بقية المناطق. هنا منزل مجاور للمدرسة سقطت القذيفة داخل المدرسة، لكن حجم الدمار نلاحظ هنا حجم الدمار الذي لحقه حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الصاروخ الثاني نزل في هذه المدرسة. المدرسة كانت تضم عشرات العوائل من النازحين. هذا براد، هنا كان يعيش بعض العوائل النازحة كانت تعيش في هذه المدرسة. قام الجيش الحر أو استهدف النظام المدرسة ظنا منه أنها للجيش الحر، لكن في الحقيقة هي فقط مكان نزوح الأهالي من القرى المجاورة ومن مدينة البوكمان. نلاحظ الدمار ليس فقط في المدرسة وإنما أيضا في المنزل المجاور. للمدرسة طبعا رفض أهل هذا البيت تصوير البيت خوفا من القصف. ابو علي شعيطي هاي تريدها بشار يا ابن الضباط دير الزور.